بمناسبة امتحانات الثانوية العامة، تفتكر يوم نتيجتك عملت ايه؟ هو كان يوم صعب، ما كنتش على اعصابي خالص، كنت متوتر. انا كنت نايمة واتفاجئت مرة واحدة بالنتيجة، بس يعني اتصدمت، كنت متوقعة مجموعة اعلى من اللي انا جبته، بس الحمد لله. يعني كان يوم اسود اصلا. ليه؟ طلعت بملحق. انا ما كنتش عارفة النتيجة ساعتها يومها، امي بس اللي كانت عارفة ومخبية، عشان هي عارفة قد ايه انا كنت متوترة وكنت مضغوطة وبتاع. فاول ما دخلت عليا مبروك مبروك، وانا مش فاهمه في ايه، يعني انا لو ده يوم عادي يا جماعه صباح الخير. فهي ما تخش هي مبروك ومش عارفه. انا كنت والله انا يوم الثانويه العامه دي انا كنت بسجد لربنا، بس عادي في 60%. كان في حد يعني تابعنا كان قال لي انه هيجيب لي النتيجه فكلمني، فساعتها انا فاكر الموقف كويس، ان هو قال لي النتيجه غير بتاعتي يعني، فقال لي ان هو انت جبت 75 بس انا في الاخر طلعت جايب 97. انهارت عياط عشان كان نفسي اطلع من اول الجمهوريه، بس دخلت هندسه. والله احنا روحنا جبت النتيجه انا واصحابي، وكنا متفاجئين طبعا بالنتائج، لان في ناس من كتير من اصحابي يعني كنا متوقعين لا ما شلناش، الحمد لله احنا دفعه متفوقه. فاللي كان عايز، بس كان ناس عايزه تخش هندسه يعني ما صرفهاش الحظ كده على درجات بسيطه، كان غير متوقع يعني، لان انا كنت مستنيه حاجه وجاي حاجه تانية. فطبعا يعني كنت متضايقه بقى، وعملت بقى انعزلت بقى في الاوضه وكده بتاعتي مثلا لمده يومين بقى، وبعد كده عشت حياتي عادي. عطايه علشان نتيجة مش حلوة. أنا كنت نايم وفجأة لقيتهم بيصحوني بيقولوا لي النتيجة طلعت، وأنا جبت 83.5%. طبعا كانت صدمة في الأول، صدمة كبيرة جدا، بس بعد كده يعني الأهل كانوا مساعدين شوية في حتة التقبل عموما. وكان أول يوم طبعا صعب جدا، ويوم أكون متقبلة ويوم ما كنتش متقبلة. عرفت النتيجة وكملت نوم.